وده اهم في انطباع مهم جدا، هو ان عارف اللي هو يولع في شعره وبعدين يجري، وده الانطباع العام اللي حصل. هل الانطباع دوت هل هم كان غير مقصود، لان هم لما عملوا المليونيه او لما قيمه المليونيه اللي كانت جزء كبير منها جدا مدعوم بالتيارات الاسلاميه، وده كان شيء معلن ما كانش شيء مخفي تمام يعني بالظبط خالص ومش بالظبط مفاجاه، ان هم بعد ما هم رحلوا عن الميدان زي ما بيقولوا كده هم جابوا الناس وكده هم طلعوا بره القصه لا وسابوا هو الناس بقى تفترس، الامر في كل ولا الاوقات هي ما كانت صدفه؟ كان خارج فكره الاخوان خالص، وان القوى اللي موجوده النهارده في ميدان التحرير معظمها او الغالبيه العظمى منها لا تندرج تحت اي مسمى سياسي او اي جماعه سياسيه او اي حركه سياسيه. هم مواطنين مصريين حقيقيين، هم دول الناس فعلا اللي كانوا موجودين في 25 يناير بجد. الناس دي موجودة ما عندهاش أي انتماءات سياسية من أي نوع، عندها نعم. انتماء لمصر بس. الإخوان المسلمين لما نزلوا كان عندهم المصالح بتاعتهم، مسألة الانتخابات وما إلى ذلك، ولكن الشباب اللي موجود النهاردة ده ما عندوش المصالح الضيقة اللي الناس بتدور عليها، ده عنده مصلحة عامة هي مصلحة مصر ولكنه نرجع كاملة. نقول تاني يفتقد الزعامة، يفتقد القيادة. يفتقد الزعامة ويفتقد القيادة، ولكن النهاردة لا يجب أن نبيع هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب فعلا حريصين على مستقبل مصر يا جماعة. يعني كان بيقال إن الناس دي مدفوعة وإنها تاخد فلوس، اللي أنا أعرفه إن اللي بياخد فلوس ده بياخد فلوس علشان يعيش، مش بياخد فلوس عشان يموت. صحيح. يعني أخيرا دي حاجة كانت سيئة جدا، الانشقاق داخل الجماعة. بعض الشباب اعترضوا على موقف الجماعة من عدم المشاركة، وقادوا إن هم هيقدموا استقالتهم من الجماعة وإن هم هيشاركوا في الأحداث الجارية في الوقت الحالي. من ناحية تانية، والدكتور محمد البلتاجي حتى لما نزل ميدان التحرير كان في اعتراضات على وجوده وخلاه يبتعد عن الميدان مرة أخرى. ما نشهده الآن هو موجة ثانية للثورة المصرية، وليس مجرد أحداث أو مظاهرات تحدث على أرض مصر، ولكن دي ثورة حقيقية بكل الكلمة. أخيرا هنروح على خبر المصري اليوم أيضا، القضاء الإداري تحذف خانة الديانة من كشوف الناخبين والمحكمة ترفض التمييز بين المواطنين. بعض القوى السياسية والأحزاب طبعا قررت انها تعلق دعايتها حملتها الانتخابيه بالنسبه للانتخابات، لان يعني هنتكلم عن الانتخابات وفي ناس بتموت، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، مع التاكيدات على ان الانتخابات في موعدها. وكان في لقاء بين الفريق سامي عنان وبعض القوى السياسيه ومرشحو الرئاسه، تحدث عن الافراج الفوري عن المعتقلين في ما حدث في التحرير في خلال الايام الماضيه، وعلاج المصابين ووقف العنف. وده ما حصلش كله للاسف حتى الان. القضاء الاداري في المنصوره كان في حذفت قررت حذف خانة الديانة من كشوف الناخبين وكشوف المرشحين. يعني انت ايه اللي يعنيك هذا الناخب او هذا المرشح؟ هل هو مسلم ام مسيحي او ما هي ديانته؟ الموضوع يتعلق باداء سياسي في الاساس، وبالتالي كان هنا يعني قرار محكمة القضاء الاداري بحذف خانة الديانة، لان ده يعتبر تمييز بين المواطنين. اخر حاجة يا شريف، يعني بيتداول في الوقت الحالي على شبكة الإنترنت قصيدة، يعني أنا مش عارف الحقيقة مين اللي عاملها، ولكن كنت أتمنى في ختام تفضل. فقرتنا إن أنا أذكر هذه القصيدة الحقيقة، لأن احنا شفنا طبعا استهداف العيون، عيون شبابنا، عيون الصحافة وعيون الإعلام، وكأنه احنا عايزين مفيش حد يتكلم عن الموضوع ده ولا حد لا يشوف أرى لا أسمع لا أتكلم. إيه اللي بيحصل. فالقصيدة بتقول: جدع يا باشا ضربتني، من ضي عيني حرمتني، ونسيت يا باشا اني بطل، عمر الرصاص ما يهزني. اضرب وركز في النشان، افرح قوي انك جبان، صاحبك في سينا راح شهيد وانت بتدار في حيطان. فكرك يا باشا اني بشوف عشق البلادي بالعينين، وكلاب سعادتك لو الوف راح يمنعوا حلم السنين. انا جيت هنا عشان بلد وطار شهيد ودموع ابوه، وحلم بكره بيتولد وطن حلفنا نرجعوه. لو من عيني النور خمد ملايين بدالي هيشوفوه. اضرب يا باشا اضرب كمان، واطلق ديابتك في الميدان، قبل الكلاب صاحت نباح وهي قاعدة تبكي في اللمان. لو حد يعرف بس مين اللي كتب القصيدة ديت أنا يا ريت بشكره جدا يقول لنا، أيا كان يعني اللي كتب هذه الكلمات الرائعة. أكيد. وهو وفي بدأت يكتب بجدع يا باشا، إن جدع يا باشا هي كانت كانت الجملة الجملة الشهيرة اللي في جت الفيديو في الفيديو المشين اللي إحنا بنشوفه بالظبط. على ومناسبة اليوتيوب. الفيديو ده، دي يعني رسالة إلى كل الإعلاميين المصريين الشرفاء اللي موجودين: يا جماعة الحقيقة لا يمكن إخفائها أكثر من ذلك. كل من يريد أن يعلم ماذا يحدث أمامه الكثير والكثير جدا، قدامه اليوتيوب، قدامه فيسبوك وتويتر، صحيح قدامه قنوات كثيرة جدا، لا قدامه أعتقد إن كل صحف درس لو كثيرة فيديو بقى جدا. وصل يعني مش لسه هنقولهم دلوقتي، وحتى اللي عايز تأكيدات أكتر يتفضل ينزل بنفسه ويشوف ماذا يحدث على أرض مصر. ويعني البداية مش بعيد يعني ده كوبري. الأستاذ الصحفي محمد طلعت الهواري بشكرك شكرا جزيلا، وهنتابع أكيد معاك تطورات إن الأحداث. شاء الله بإذن الله. مشاهدينا لسه مكملين معاكم طبعا، أكيد الموضوع الأساسي لحد ما ننتهي هيكون هو موضوع الأحداث الجارية. هنروح لفاصل ونرجع تاني مع فقرة هامة جدا، خليكم معانا على ماين لايف.